نتكلم فيما يخص، لأن إحنا فعلا بعد الله سبحانه وتعالى نكلمكم دائما، بدون أمن ما نقدر نعيش، والأمن أو رجل الأمن بدوننا إحنا نقوم بواجباتنا كلنا أيضا هو ما يقدر يعيش. إحنا في النهاية عبارة عن حلقة، والحلقة هذه كل واحد فينا يساعد الثاني، وكل واحد فينا يعين الثاني. فشكرا لكل من يعمل في ما يخصه في الوطن، ومن أجل رفعة الوطن في كل مكان، مش في العراق بس، في كل مكان، وأول مكان بلادي قطر. يلا ندخل مباريات شباب. أوكي، بكرة مباراة العراق واليمن، بس قبل ما أروح حق المباراة، بكرة شو اللي يكفي العراق؟ إيش اللي يحتاج العراق بكرة من نقاط عشان يتأهل؟ عشان يصعد ولا عشان؟ إيه عشان يصعد. تعادل لو أكيد يصعد ويطلع أول مجموعة. لا بس شوف، أنا أعطي الاحتمالات اللي عندي أول شيء. يعني بكرة يصعد العراق في حال فوزه على اليمن بأي نتيجة كانت، ويصعد العراق في حال التعادل. في حالة الخسارة ممكن يصعد بشرط عدم فوز السعودية بفارق أكثر من هدف. عبدالله أنا قايل لك تحطون هاي الإعلام. أوكي واقف، آسف. أوكي لحظة شو، لا دقيقة لحظة شوي. مرة ثانية، العراق يفوز يتعادل، وممكن يفوز إذا خسر، ولكن بشرط عدم فوز السعودية بفارق أكثر من هدف. الآن السعودية شلون يتأهل أو عفواً السعودية شلون تتأهل إلى الدور المقبل؟ السعودية تتأهل لازم تفوز على عمان. في حالة التعادل مع عمان مع هزيمة العراق بفارق أكثر من هدفين من اليمن، صعود عمان. عمان يتأهل للدور المقبل في حال الفوز أو التعادل مع السعودية. في حالة الخسارة لعمان بشرط العراق يخسر بفارق أكثر من هدفين أمام المنتخب اليمني. اليمن خارج المنافسة. توهتنا خير والله، توهتنا ربنا يخليك. لا مش بقول الحقيقة والله، توهتنا ها؟ خلتنا نلف حول نفسنا. ليه؟ قول لي ليه؟ ليه؟ في أسهل الطبيعي عشان الموضوع يبقى معروف ان العراق يكسب باي أوكي. اي نتيجه، لانه هو فريق مرشح للبطوله. الطبيعي ان هو عارف ان عنده مباراه بكره كبيره، وعارف ان هو عايز يكسب عشان يبقى اول مجموعه. هو ما بيفكرش ان هو كره القدم فيها احتمالات كتيره زي ما حصل ماتش اليمن مع عمان، بس اكيد الضغط الجماهير وتشجيع جماهير المنتخب العراقي بكره حاطين هم هدفهم، عايزين يطلعوا اول مجموعه عشان يقابل تاني المجموعه، وبعد كده بيفكروا للبطوله. هو ده 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 ده, ده الطبيعي اللي اكيد كل اللعيبه بتفكر فيه، والجهاز الفني بيفكر فيه، حتى احنا قاعدين كده اكيد تفكيرنا كل واحد ان عارفين المنتخب العراقي بكره حاطط هدف قدامه ان هو يكسب بكره اول مجموعه، ثم بعد كده يفكر في الدور اللي بعده. هو مش عايز يخش في احتمالات، مش عايز يخش في حسبه اكسب ولا اتعادل ولا اتغلب. اكيد ونفس الحكايه منتخب السعودي والمنتخب العماني حاطين نفس الحسابات دي. واضح انه متقصدك اليوم. اي تدري ليش؟ واضح. تدري ليش؟ لانه انت تعطي حسابات. انا ما قلت شيء، انا قلت تعطي احتمالات، بس هو واضح اليوم بدا يهاجمك. شكرا يا اسطوره، انت اعطيني حسابات خليتنا نلف حول نفسي اصلا. اقول ايه؟ طيب هو حاجه واحده ان المنتخب الاهلي يكسب. أنا اديتك أرقام يا باشا. أرقام كتيرة، عطتني بكذا واحد، عطتني المنتخب العراقي، المنتخب السعودي، منتخب عمان، أنا وبعدين تتغلب، وبعدين تكسب، وبعدين تتعادل، وبعدين دخلنا على المنتخب العماني، إن هو يكسب المنتخب السعودي أو حسبة كبيرة. أنت الحضري دقيقة، أنا أرجع أقول يا أسطورة باختصار شديد، أنا أعطيت احتمالات. خلاص ماشي، شكرا يا باشا. سلم عليك الدكتور رضا محمود. سلم عليه منو؟ رضا محمود، دكتور رضا محمود. سلم عليك رضا محمود يا باشا. الحضري كان يبغيك تجيبها من الاخر ان العراق راح تكسب. مو بعلي كيفي، انا اقول لك هو 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 عارف الموضوع وعارف ان يعني العراق راح تكسب. شكرا. انا هذا الشيء في علم الغيب عند الله سبحانه وتعالى، ومن ثم علينا احنا البشر، على المنتخب العراقي ان يتحمل مسؤوليته ويفوز بس. اوكي، مدرب المنتخب العراقي يقول لا نملك افضليه، هذا دليل على انه هو داخل بجديه للمباراه واحترام للمنتخب اليمني. خالد يعني تصريح صراحه مدرب واقعي، يعني انا احترم هذا المدرب اللي احترم الفريق اليمني، يد ان الفريق طالع من البطوله واحترم الفريق، قال المباراه راح تكون
يعني مباراة صعبة لازم احنا نفوز وودينا المباراة للمكان البعيد لأبعد حد. يعني أنا احترم المدرب اللي يحترم الفريق الخصم بأن فريق الخصم طالع من البطولة يعني ما دشش اللاعبين بضغط وأبعد اللاعبين عن الضغط وأبعد لاعبينه وركز على الفريق اليمني أنه فريق زين وفريق ممكن يسوي شيء يسوي مفاجأة وركز على الفوز أهم شيء ما قال أدور التعادل. فأنا احترم هذا المدرب. وأيضا خالد مدرب منتخب اليمني تصريحه كان يعني مميز يعني احنا انتقدناه أول حلقة على تصريحه الحين لازم نشيد فيه صراحة على تصريحه اللي قال لازم نلعب للفوز من أجل الفوز. أخذ ثقة من لاعبين أمام المنتخب العماني على المستوى اللي قدموه فيشكرون المدربين على تصريحاتهم صراحة الجميلة. نشأت لا أكيد أبو جاسم الكل يشعر خصوصا أنه الفرحة الكبيرة بعد المباراة والنتيجة والحماس والحضور الجماهيري والأجواء اللي موجودة في البصرة أكيد أنه كل يشعر بالمسؤولية ويشعر أنه هذه المباراة مهمة جدا ويعرفون أن المنتخب اليمني مو منتخب سهل. المنتخب اليمني اللي ظهر في مباراته مع عمان وأحرج منتخب عمان وكان أقرب للتعادل حتى أقرب للفوز في المباراة لكنه ما أعتقد أنه المنتخب العراقي راح يضيع المباراة ويضيع الفرحة أو تكملة الفرحة. أنا ذكرت في الاستديو الروح والحماس اللي شفته في المباراة قلت كأنه الجماهير اللي كانت حاضرة في المباراة كأنها ماسكة جوستيك بلاي ستيشن وكانت هي من تتحكم في المباراة وبرتم المباراة من خلال اللاعبين. وقلت ولازلت أقول أشم ريحة بطولة إن شاء الله يا ربي يرزقنا الفوز في البطولة وبالبصرة تكون أجمل. بس في شغلة مهمة جمال اليمن بكرة يلعب بدون أي ضغط خارج البطولة ويبي يسوي أي شيء يبي يحدث مفاجأة حتى مع عمان ترى قدم مباراة كبيرة توني بقول لك خالد يمكن كل الفرق الموجودة عندها أهداف أنهم ينافسون على البطولة. اليمن ما زال هدف موجود هدف اليمن وهو تحقيق أول فوز في البطولة لذلك هذا الشيء راح يشكل يعني خطورة أو صعوبة على المنتخب العراقي ولو أن المنتخب العراقي طبعا يتمتع بأرضه وبجمهوره وبأفضلية لكن هل تتوقع نشأة أن الجمهور العراقي يتقبل الصعود بخسارة مثلا؟ نحن نقول أن مستحيل أن الفريق ممكن يصعد بفوز بتعادل حتى لو خسر ممكن تخدم نتيجة المباراة الأخرى ولكن من خلال نظرية الفوز يجر للفوز وأنت رايح تقول لي أشم ريحة بطولة المفروض المنتخب العراقي بكرة تكون واحدة من المباريات اللي يعني احترمت جدا مدرب العراق بالنسبة للتصريح في أنه محترم الفريق اليمني وبالفعل أعطيه حقية اليمن مثل ما قلت أنا بشير أنه يعني فريق يسعى لتحقيق واحد من أهداف أنه الفوز في هذه الدورة أنه يحقق أول فوز لذلك مباراة صعبة أنا أشوفها على الفريقين ولو أن الأفضلية للعراق وكل الترشيحات على ورق تصب للعراق لكن نحن في ليلة مباراة عمان واليمن نفس الشيء كانت كل الترشيحات في مصلحة عمان منتخب القوي لكن اليمن يمكن قال كلمته في هذه المباراة مباراة صعبة أتمنى التوفيق. أنا شخصيا بكل حيادية أتمنى أن الفريق العراقي يستمر لآخر يوم ويلعب في النهائي. أنا بشير بكرة اليمن شبيسة ولا مشكور مباراة هي الأصعب بالنسبة للمنتخب اليمني يعني أنا عاكسكم وخالفكم التوقعات ربما ما فيش ضغوط على مستوى النقاطي او المستوى يعني الحسبه الخاصه بالمجموعات ولكن حتلعب امام جمهور مخيف عندك تقريبا 7 لاعبين لاول مره يشاركوا في دوره مثل دوره كاس الخليج اعتقد ان هذا يشكل نوع يعني شويه من يعني من الضغط على اللاعبين ولكن يعني في المجمل اليوم التقيت ببعض يعني اللاعبين والاداريين البعثه الجميع متطلع الى تحقيق الفوز الاول في بطولات كاس الخليج وليس في هذه البطوله طموح اللاعبين كبير مدرب أيضا مثل ما سمعنا يعني معد كل العدة لتحقيق الفوز عنده هدف تحقيق الفوز سألته هل المشاركة بالنسبة لك اليوم أيضا سألته سؤال هل المشاركة بالنسبة لك في المباراة الأخيرة مجرد تحصيل حاصل قال لا أنا بلعب بنزل أحاول بقدر الإمكان الحصول على 3 نقاط. سمعنا تصريح مدرب العراق أيضا أحترم الفريق اليمني وهذا ما يؤكد أنه أيضا العراق يسعى بكل قوة للحصول على النقاط 3 أمام منتخبنا. نتمنى التوفيق للفريقين إذا فازت اليمن أكيد حنكون سعداء وإذا خسرنا بالتأكيد الجمهور اليمني كله راح يفرح لنشأة أكرم على وجه الخصوص. خالد بالنسبة للمباراة قد تكون صعبة لكنه لازم نعرف أن المنتخب العراقي من الفرق اللي ما ممكن يعطي مساحات حتى نستمتع في الفريق اليمني مثل عمان. منتخب اليمني لما لعب مع عمان عمان كان بيهاجم مستحوذ وأعطاه مساحات فسرعة اللاعبين
وعملية التحويل السريع والفنيات والمهارات ظهرت عند اللاعب اليمني. أعتقد العراقي حتى عمر يلعب مع العراق والسعودية ما تحولوا مساحات المهارة تلعب فيها، فكيف بيتيح اليمن؟ أعتقد المباراة بتكون أغلبها لصالح العراق لأن الفريق يضغط وما يتيح لك مساحات، ويحاول بقدر الإمكان يقطع كرة من ثم يعمل عملية التحول. صح التحول ماله مش سريع لكن فريق ما يعطيك المساحات اللي تقدر تلعب فيها حتى إنك تأخذ الاستمتاع. أنا حاجة الأهداف مختلفة بين فريق يريد يحقق بطولة وفريق يريد يحقق فوز، فصعب أنت في آخر مباراة إنك تحقق الفوز مع خسارتين التقيتهم، فصعب المباراة نشوفها. العراق ممكن يصعب نفسه وقادر يسهل نفسه، يعتمد على اللاعب العراقي إيش أداءه وإيش الأسلوب اللي بيتلعب في المباراة. تفضل محمد. تفضل عبد الله. لا عندك. أنا لو مسؤول في الفريق اليمني أقول هاي بكرة المباراة للاستفادة، الاستفادة القصوى، تلعب تحت جماهير 65,000 متفرج، تلعب مع الفريق الأول مرشح في البطولة، تلعب في بطولة رسمية، استفيد أقصى الاستفادة منها، أظهر إمكانياتك، ممكن تجيك عروض احترافية بكرة، العب تحت الضغط، العب مع فريق أقوى، استفيد من كل الإمكانيات، العب بتكتيك، العب بأسلوب المدرب، حتى المدرب المفروض يستفيد من المباراة، يمتحن خبرته وقدراته في وضع تكتيك فني عالي المستوى، ويلعب بأسلوب دفاعي شكل جميل ومنظم مع فريق أفضل منه. هاي أيضا اختبار بكرة للمدرب، اختبار للاعبين، لذلك على اللاعبين وعلى المدرب بكرة يظهرون كل إمكانياتهم الفنية وما يملكونه من خبرات، وحتى يستفيدون أثناء المباراة، يستفيد يكلمون بعض زملائهم، يحمسون بعض، يلعبون بشجاعة، يلعبون بأسلوب دفاعي، يقاتلون. صح الفريق المنافس هو الفريق العراقي الشقيق أفضل منهم بمراحل، والفريق اللي حتى الآن ولا هدف تسجل عليه، سجل هدفين، لكن واضح إمكانياته عالية. ممكن إحنا ما شفنا الإمكانيات العالية في الشوط الثاني لأن المطر يعني بين العراق والسعودية أفسد المباراة في الشوط الثاني، لكن واضح إن إمكانيات الجميلة اللي كانت في المباراة الافتتاحية في الشوط الأول مع السعودية إمكانيات وقدرات كبيرة عند الفريق العراقي، لكن على الفريق اليمني إن يستفيد أقصى الاستفادة من هذه المباراة، يلعب تحت ضغط جماهيري، تحت فريق مرشح للبطولة، وأيضا اللاعبين يبدعون كي يحصلون عروض احترافية، نعرف من اللاعبين هو وبعضهم صغير في السن، فالمباراة يجب أن يستفيدوا منها. صح هم خارج البطولة بصفر من النقاط، عليهم له وما عليهم، عليهم فارق 3 أهداف، فيجب أن على الأقل اليمنيين يظهرون بصورة طيبة. خالد أكيد إحنا يعني لو تكلمنا على الورق اليوم نقول إن المنتخب العراقي هو الأفضل والظروف والإمكانيات أكثر وتخدم المنتخب العراقي. المنتخب اليمني يعني خارج البطولة، ولكن المنتخب اليمني إحنا نقول إيش اللي يعني ممكن يخلي المنتخب اليمني ولا المنتخبات اليمنية أن تصعد في المستويات؟ خالد المنافسات، خالد اليوم أنا صحيح خارج البطولة ولكن لا بد أن أقاتل وأتعلم أن هذه المباريات هي اللي تساعدني على أن المستوى الفني يرتفع عندي، مثل ما قال محمد اليوم يلعب أمام هذه الجماهير والملعب مليان، فاليوم اظهر قدراتك كلاعب يمني. ولكن بالنسبة لي أنا أشوف أن المنتخب العراقي في هذه البطولة يعني كعب عالي على المنتخب اليمني واللي ممكن يكسب المباراة. خالي نروح لي مهدي كريم مدير منتخب العراقي وعبد الكريم الصفار طبيب المنتخب العراقي. سيناريو 2007 الشاب أشوفه مشابه الآن لعامل نفسي، وكان يتكلم معاك في نفس الاتجاه اللي أنت تقول أنا شم ريحة بطولة إن شاء الله تستاهلون. طبعاً الدكتور عبد الكريم الصفار واحد من القامات الكبيرة في عالم الطب وحتى في الطب الرياضي، ساهم بشكل كبير إنه المنتخب يحصل على بطولة 2007، لكنه كان في فترة انقطاع لظروف عائلية، لكن لله الحمد أنا جداً فرحت من شفته موجود مع المنتخب لأنه قامة كبيرة وإنسان قبل أن يكون دكتور. أي خالد نفس السيناريو يعني نفس الأجواء، شعب متعطش وشعب يحب الحياة وشعب
ما مصدق أن البطولة بعد عناء طويل وانقطاع طويل أنه 43 سنة تكون موجودة البطولة وفي البصرة بصرة الخير المحبة السلام أنه تكون موجودة. ليش لا في المباراة الأولى افتتاح وضغط كبير في المباراة الثانية مستوى وأداء كبير مع المنتخب السعودي أكيد راح تكون مباراة يعني من والتفكير الجيد أنه حتى تصريح مهدي كريم يقول الطموح كبر هذا شيء حلو أنه الطموح يكبر مع كل مباراة الطموح يكبر. الدكتور ذكر جزئية جدا مهمة واليوم أنا كنت أقول لك بيها أعتقد خالد من قلت لك أو إلك أبو محمد قلت لك إحنا ما كنا حاجزين كنا بعد المباراة حاجزين أو العفو نرجعون نرجع في 2007 أنه كنا نلعب أعتقد يوم 13 17 20 يوم 21 كنا مقرر أنه نرجع وبعض اللاعبين كنا أنه ممكن أنه راح نروح نريد نروح بإجازة وهذه بعد كل مباراة نفوز بها نمدد حتى المكافآت كانت النثرية سيئة جدا كنا احنا نجمع من اللاعبين ونداين الاتحاد نداينهم نقول لهم مثلا ايش قد تريدون يقولون مثلا 10000 دولار احنا نجمع من عندنا اللاعبين من فلان 3 4 5 ونعطيهم الرئيس الاتحاد ويعطيهن انه يرجعهم يعطيهن انه وبعدين احنا نفوز بعد كل مباراة حتى في اسرار في اشياء يعني ما حاكيها احنا بس خلاص انه ان شاء الله انا بس احب اذكر اللاعبين انه اقول لهم هاي الاجواء اجواء بطوله انا لهذا السبب اقول لك أشم بعد مباراة قبل مباراة تايلاند إجاني حقي الإداري المسؤول للملابس كان في رطوبة جو تايلاند رطوبة وإجاني قال لي هو يعرف أنا دائما بيني وبينه مناكفات ودائما إنه دائما كنت أشكي على الملابس وأشكي على هذا فقال لي نشأة ترى ما عندنا بس فانيلة واحدة مال المباراة مو تغير ملابسك ترى تخرب الدنيا فهو جنبهني يعني أنا ما كان ببالي يعني إنه أنا أريد أغير فاجى نبهني بس بدون ما يشعر هو انا بعد المباراه اول ما انتهت المباراه غيرت التيشيرت قلت له مو مشكلتي مشكلتكم انتوا روحوا دبروا روحكم فبعد كل مباراه كنت اني بالعناد كنت اغير وهم يجيبون هسه لو نشوف احنا بطوله 2007 اول مباراه لعبنا بتيشيرت والمباراه الثانيه لعبنا بتيشيرت اخر ما لعبنا بنفس التيشيرت بنفس الفانيله غيرنا مباراه الاولى ذكروا النور مباراه الاولى نور لبس اديداس الشورت اديداس وال التيشيرت أديداس والشورت نايك أو أمبرو أو هيك شيء أو العكس المباراة الثانية شركة أخرى يعني ما كنا أهم شيء اللون وحتى في المباراة النهائية أكو ناس لابسة شورت مال المباراة الأولى وفي ناس لابسة شورت مال الملابس الجديدة فالظروف اللي كانت موجودة أي نعم غير يعني ما تشبه نفس هاي الظروف لأنه إحنا كنا نعيش يعني بوضع صعب جدا حتى في البلد كان وضع صعب جدا احنا يوميا كنا نسمع ناس ماتت ناس انقتلت ناس تشردت ناس غادرت العراق ناس وناس و و و الاخت البارحه اللي طلعت اللي بكت وتسالتني عليها بكت انا اشعر بها انه هي ما عايشه بالعراق من دا تجي ودا تشوف هالحوب وهالجمهور هذا التكاتف ومطر وتعب وعذاب وقاعده دا تشعر انه بلدها رجع لوضع الطبيعي رجع له هذا الوضع الطبيعي هو ليش احنا ما نعيش بهذا الوضع الطبيعي ليش هاي السنين كلها احنا بهذله ناس متغربه ناس تعب قحط جوع قتل دمار حرب اهليه حرب طائفيه شنو ليش فهذه من بكت لي يعني طلع شيء من القلب سمعت شيء دخل قلبها وطلع من قلبها ما قدرت تتمالك نفسها فظروف كل الظروف انا هسه اللي دا اشوفها حتى بعد المباراه من شفت الحماس وشفت اللاعبين ذكرتني بالنهائي بس بالنهائي كيف احنا قبل المباراة مع منتخب عظيم مثل المنتخب السعودي في المباراة النهائية وهي بادية المباراة بيننا وبين نفسنا احنا كلاعبين بادية المباراة قبل ساعتين احنا متحمسين ونريد ننزل ونريد كذا بحيث يعني اللاعبين خبرات كنا احنا نتكلم مع بعض شوية اهدوا ريحوا كذا فحتى اللاعبين بعد مباراة اللي كانت المباراة الكبيرة اللي قدمها مع المنتخب السعودي والأجواء المطر والمي وأشبه بكرة شاطئية كانت المباراة وردة فعل اللاعبين بعد المباراة ردة فعل المجموعة ردة فعل الجمهور شفنا الجمهور اللي موجود كان موجود على الكورنيش
وأجواء اللي موجودة في البصرة. أنا يعني إلى الآن بس أهم شيء إنه نفكر في كل مباراة، نفكر مباراة، لن لا يكون طموحنا كبير ممكن إنه نضيع البطولة أو نضيع أجواءنا أو أجواء الجميلة اللي موجودة. لكن مع ذلك أنا قلت لكم حتى لو يخسر المنتخب راح أشوف ملعب مليان، والبارحة والدليل إنه في المباراة كان الملعب مليان. يعني أنا أتفق مع كابتن نشأت خاصة في الجملة الأخيرة، يجب التعامل في البطولات تحديدا مباراة بعد مباراة، مباراة بعد مباراة، لا تنظر للمباراة النهائية وأنت الآن ما شفت الخطوة الأولى، فخطوة بخطوة. الفريق العراقي حقيقة فريق جيد، واضح أن إمكانياته جيدة، مدرب جيد ومدعوم بالجماهير والإدارة حقيقة. الاتحاد العراقي داعم الفريق بقوة، اللاعبين لمين على 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 الفريق، كل الظروف يعني جميلة حقيقة للمنتخب العراقي، يعيش في أفضل الظروف الآن، الكرة في ملعب اللاعبين الآن بإمكانياتهم الجميلة. يعني إحنا لو شفنا المجموعة اللي موجودة في 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 كأفراد في الفريق العراقي مجموعة جيدة، أيمن رأس حربة واضح إنه لاعب خطير جدا جدا، إمكانيات الرأسية عالية، الهوائية، التحرك في خط 18، بايش واحد من اللاعبين اللي أعتقد يجب إنه يحترف في الخارج، وأعتقد بتجي عروض كبيرة، ضرقان في الدفاع، علي فايز، أمجد عطوان، أكثر من لاعب حقيقة في الفريق. أم شفنا حراسين اثنين يتبادلوا في حراسة المرمى في المباراة الأولى مع عمان، لعب وليد والمباراة الثانية لعب أحمد باسل. جلال أول مباراة جلال الثانية. جلال وأحمد باسل. فالفريق عنده إمكانيات وعنده عناصر، وأنا أعتقد الفريق قاعد يكبر من مباراة إلى أخرى، وطريق إن شاء الله يعني للبطولة. لكن يجب عليهم أيضا شكل ما قال كابتن نشأت مباراة بمباراة، وأعتقدهم قادرين على ذلك. مدرب الإسباني حتى الآن واضع بصمته واضحة في 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 الفريق. خالد طبعا إحنا ساكنين في هالفندق، فندق الشيراتون أو فندق البصرة الدولي، يطل على الكورنيش شط البحر العرب. آسف شينا كل أقول شط العرب، شط أي شط العرب، مش شط البحر، شط العرب. شط العرب في مراكب الناس يأخذونها ويتنزهون فيه، ويعني وجولة. فاللي حاب يأخذ جولة في شط العرب يقدر يأخذ جولة في شط العرب، يركب المركب مثل ما سوى مراسلنا مشعل شاكر، ركب المركب وخذ له جولة.